السلام عليكم طلاب، أهلا وسهلا بكم. أنا الطالب أحمد فراس من البي فورمي ميديكال تيم، وإن شاء الله اليوم راح أشرح المحاضرة الأولى من السيشن الخامس من موديول تي أو بي بعنوان الأيرلي إمبريونيك ديفلوبمنت سيريز، اللي هي أول محاضرة من محاضرات الإمبريو. محاضرات الإمبريو هن أربع محاضرات، هاي هي المحاضرة الأولى. بهاي المحاضرة راح نبدي من البداية. أولا الإمبريو بشكل عام، الإمبريولوجي هو ناخذ شلون بعد التلقيح، بعد تلقيح البويضة بواسطة النطفة، شلون راح هاي العملية راح تكون لي بالنهاية بيبي، يعني طفل يكون لي جسم الإنسان اللي احنا نعرفه. شنو المراحل اللي راح تلحق بالأمبريو بالجنين حتى يصير جسم إنسان كامل؟ وهنا بالمحاضرة الأولى راح نبدي من البداية. أولا كأوفرفيو، الديفلوبمنت يعني ديفلوبمنت مال الأمبريو، تطور الجنين، اللي هو شلون يتحول الجنين بالبداية من خلية واحدة اللي هي الزايغوت، الزيجة، يعني الوان سيل هي الزايغوت اللي تنتج بعد التلقيح، بعد الفيرتلايزيشن. شلون هاي الخلية الوحدة بعدين بالنهاية راح تصير لي مالتي سيلولر بودي، جسم متعدد الخلايا. شنو المراحل اللي راح تصير، راح تلحق بهاي الخلية حتى تصير جسم متعدد الخلايا بالنهاية وتكون لي جسم الإنسان؟ راح تلحق بثلاث عمليات. أولا الجروث هو النمو، يعني زيادة عدد الخلايا، راح تزداد عدد الخلايا. ثانيا المورفوجينيسيس. شنو المورفوجينيسيس؟ هو development of form and structure، تطور الشكل والتركيب، يعني الشكل مال هذا الجنين والستركتشر مالته والتركيب مالته حيتطور، يبدي يصير له تطوير، يعني زيادة عدد خلايا growth مثل ما قلنا، وتطور الشكل والتركيب. والشيء الثالث راح يصير differentiation اللي هو التمايز. شنو التمايز؟ specialization for function، يعني كل نوع من الخلايا راح يتميز بوظيفة معينة، كل خلية بالأمبريو راح تصير لها وظيفة، يعني specialization for function، راح تتميز حسب وظيفتها اللي راح تأديه بعدين بعد ما يصير هذا الأمبريو، بعد ما يصير human. فإذا ثلاث عمليات اللي يصير اللي يمر بها الأمبريو حتى يكون لي جسم إنسان كامل multi cellular body، هنا الجروث النمو والمورفوجينيسيس اللي هو تغيير الشكل والتركيب، وثالثا هو الديفرنشيشن التمايز اللي هو أنه كل الخلايا راح تتمايز حسب وظيفتها، كل خلية راح تؤدي وظيفة معينة. الأمبريو حتى يتحول إلى بيبي، يعني نيوبورن، يمر ب 38 أسبوع، يعني فترة الحمل هي 38 أسبوع اللي هي يتحول بها الأمبريو من السنجل سيل، من خلية واحدة، إلى بيبي، إلى يعني طفل كامل جاهز للولادة، ومدتها تسعة أشهر و 38 أسبوع. هاي الفترة الزمنية، فترة الحمل ال 38 أسبوع، تقسم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، مرحلة أي، هي من الأسبوع الأول إلى الثالث. من الأسبوع الأول إلى الثالث هي البري أمبريونيك بيريد، الامبريونيك بيريد يصيحوا له. المرحلة الثانية من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن هي الامبريونيك بيريد، يعني المرحلة الجنينية. والمرحلة أو الفترة الزمنية الثالثة اللي هي من أسبوع 8 لحد النهاية، لحد أسبوع 38، هي الفيتال بيريد. فإذا فترة الحمل أو فترة التحول الامبريو من خلية واحدة إلى بيبي خلال 9 أشهر تقسم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى البري إمبريونيك بيريد، المرحلة الثانية الإمبريونيك بيريد، والمرحلة الثالثة الفيتال بيريد. بمحاضرتنا اليوم راح ناخذ الإمبريونيك بيريد، هاي راح ناخذها بمحاضرة اليوم اللي هي من الأسبوع الأول للأسبوع الثالث، يعني أول أسبوعين من الحمل، الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، هاي راح ناخذها بمحاضرة اليوم. لكن أسابيع الحمل، يعني إذا نحدد الفيتوس صار له شقد، يعني شقد أسابيع حمل مر بها الفيتوس، تحسب من الديت اوف ال ام بي. ال ام بي هي لاست منسترول بيريد، اللاست منسترول بيريد هي اخر وقت صار مرت بها الام بالدوره الشهريه، يعني طرحت الدم عن طريق اليوترس، يعني شو وقت اخر مره صار بيها، من هاي النقطه اللي صارت بها اخر دوره شهريه للام، من هاي النقطه تنحسب اسابيع الحمل اللي هي conception weeks زائد 2. ليش؟ طبعا لانه نعرف انه الاوفيوليشن، عمليه التبويض او طرح البيضه من الاوفري، تتم بعد اسبوعين من الدوره الشهريه، يعني تتم بمنتصف الدوره الشهريه للانثى، يعني في يوم 14. فهاي الفتره هي اسبوعين، يعني بعد ال ام بي، بعد اللاست منسترول بيريد، وراها باسبوعين يلا تطرح البويضة، ورا ما تطرح البويضة يصير فيرتلايزيشن وحمل. فإذا احنا نحسب اسابيع الحمل الكونسبشن ويكس
نضيف عليهن اثنين اللي هن شنو الفترة الزمنية ما بين ال LMP والفيرتلايزيشن، لأن الفيرتلايزيشن يكون بعد أسبوعين من آخر دورة شهرية. فإحنا نجمع الconception weeks اللي هن ذني ذني الconception weeks زائد اثنين، ها هي البريجنسي ويكس أسابيع الحمل. لذلك الترم المدة الكاملة للحمل هي 40 pregnancy weeks 40 وليس 38. ليش؟ لأنه 38 هي الconception، جبناها ضفناها ويا الثنين اللي هي الفترة الزمنية ما بين ال LMP والfertilization، فصار عندنا 40 pregnancy weeks، ها هي أسابيع الحمل تحسب بهذه الطريقة. قلنا محاضرة اليوم راح ناخذ المرحلة الأولى والمدة الزمنية الأولى اللي هي البري امبريونيك بيريد، اللي هي قلنا من الأسبوع الأول للأسبوع الثالث، أي ما معناه the first two weeks of development، أول أسبوعين من التطور، أول أسبوعين من تطوير الأمبريو هي البري امبريونيك بيريد. بأول أسبوع شو يصير بالأسبوع الأول من الحمل؟ الأسبوع الأول راح يصير فيه ثلاث أمور، ثلاث شغلات راح تصير بالأسبوع الأول. أول شيء الكليفج، الكليفج هي العملية اللي راح تكون لي المولولة، اللي هي تكوين المولولة formation of مولولة، هسه نجي نشوف المولولة شنو. الشغلة الثانية اللي راح تصير بالبري امبريونيك بيريد هو الكومباكشن، اللي هي شنو؟ هي عملية تكوين البلاستوسيست formation of the blastocyst، هسه نعرف شنو البلاستوسيست. وآخر شيء يصير بالأسبوع الأول هو الامبلانتيشن بيجنز، بداية عملية غرس الامبريو أو تغريس الامبريو في جدار الرحم. يعني احنا نعرف بأنه الامبريو ينمو من جدار الرحم، بعدين راح يلتصق أو يلتحم أو امبلانتيشن يصير له في جدار الرحم، فهاي العملية تبدي في نهاية الأسبوع الأول. لكن قبل هذا كله، قبل هاي العمليات كلها، لازم أكيد يصير فيرتلايزيشن، لازم يصير تلقيح أو إخصاب. شلون يصير عملية التلقيح اللي هو تكوين الزايغوت عن طريق التحام السبرم والأوسايت؟ شلون يصير هذا الشيء؟ أول شيء الأوسايت is released from the ovary، البيضة الناضجة راح تطرح من الأوفري، يعني منه هذا الأوفري راح تطلع من عدة بيضة، هاي البيضة راح تطلع إلى الفلوبين تيوب، فthe oocyte is released from the ovary، أو ممكن من الأوفري الثاني حسب، مرات منها تطرح مرات منها تطرح مو شرط. المهم تطلع البيضة الناضجة باتجاه الأوفري، تطرح من الأوفري، يعني الأوفري راح يطرح البيضة الناضجة. oocyte is released from the ovary، وبعدها travels along the fallopian or uterine tube، راح هاي البيضة تبدي تتحرك أو تنتقل خلال الفلوبين تيوب، تتحرك خلال الفلوبين تيوب. بعدها it is fertilized by the sperm and the ampulla، راح يتم تلقيحها بواسطة السبرم بالأمبولا اللي هو هنا. الأمبولا هو lateral third of the fallopian tube، يعني الثلث السفلي للفلوبين تيوب، بس هذا الفلوبين تيوب كله، الثلث السفلي اللي هو القريب للأوفري هو هذا الأمبولا، لازم يصير fertilization بهاي المنطقة اللي هي الأمبولا. فوين راح يصير fertilization؟ وين راح تلتقي السبرم النطفة بالبيضة؟ راح تلتقي بالأمبولا of the fallopian tube. بعدها fertilized oocyte is called the zygote، راح يصير لها تلقيح الأوسايت، راح يصير لها fertilization عن طريق السبرم، بعد هاي العملية يصير لها zygote، يعني the fertilized oocyte is called the zygote اللي هي الزيجة. The ideal site for implantation بعدها راح ينتقل خلال الفلوبين تيوب ويوصل إلى اليوترس اللي هو هذا، هذا اليوترس، وبعدين يصير لها implantation. وين يصير الامبلانتيشن للزايغوت؟ يصير لها implantation in the posterior uterine wall، في الجدار الخلفي للرحم، يعني هنا في الجدار الخلفي، هذا الجدار الخلفي للرحم هو the ideal site for implantation، هو الموقع المثالي لغرس الامبريو حتى بعدها ينمو. قلنا بالأسبوع الأول بعد عملية الفيرتلايزيشن تصير ثلاث عمليات. قلنا أول عملية هي الكليفج، الكليفج قلنا هي formation of the morula. وش وقت تبدي هاي الكليفج؟ عملية الكليفج تبدي begins 30 hours after fertilization، تبدي بعد 30 ساعة من التلقيح، يعني ورا ما صار fertilization بعدها ب 30 ساعة، يعني يوم وست ساعات يبدي عملية الكليفج. results in two blastomeres of equal size، راح تعطيني two blastomeres، خلايا البلاستوميرز متساوية في الحجم. فإذا الكليفج هي انقسام الزايغوت، عندنا هنا أول شيء الزايغوت هاي وياها، بعدها يصير بها عملية الكليفج the first cleavage، يعني الانقسام الأول، الدور يصير خليتين، يعني من قسمات خلية هنا وخلية هنا، then يصيحون two blastomeres، الخلية الأولى هاي البلاستومير والخلية الثانية البلاستومير الثانية، هاي البلاستومير. الدور بعدها يصير second cleavage، يعني انقسام ثاني، الدور يصير هاي أربعة خلايا مقسمة إلى أربعة، وهكذا يتم، يعني هنا أنا صار أربعة بلاستوميرز، هاي وهاي وهاي وهاي. فإذا الكليفج هي عملية انقسام الزايغوت، هي mitotic divisions of the zygote، تتكون لي خلايا يصيحولها البلاستوميرز.
ها هي عملية الكليبج، يبدي الزايغوت ينقسم، يعني زيادة في عدد الخلايا، وهذا يكون محاط بالزونة بلوسيدا. التركيب كله الموفيلا اللي هو التركيب الناتج من انقسام الزايغوت from the cleavage of the zygote السحولة الزونة بلوسيدا، الغلاف اللي يحيط بالموفيلا اللي هو glycoprotein shell، يعني غلاف متكون من الجلايكوبروتينات. الزونة بلوسيدا هو الجلايكوبروتين شيل، مادة مكونة من الجلايكوبروتين تحيط بالموفيلا، تكون محيطة بها مثل ما موجودة بهاي الصورة. هذا هو الزونة بلوسيدا، وهاي هي الموفيلا. الموفيلا اللي هي مجموعة الخلايا الناتجة من الكليفج of the zygote. فإذا الموفيلا مثل ما قلنا، هاي هي الموفيلا، شوفها بهذا الرسم. أول شيء عندنا هنا 2 بلاستوميرز، بدأت عندنا أول شيء زايغوت وحدة، بعدين صارت انقسام صارت هيج 2 بلاستوميرز، بعدين صار لها انقسام هيج صارت لحد ما صارت موفيلا اللي هي 16 خلية، 16 سيلز اللي هي الموفيلا، لحد ما توصل 16 خلية. كل خلية بهاي الموفيلا، يعني كل من ذني الخلايا هاي وهاي وهاي وهاي، ذني كلهن الخلايا يكونن totipotent. Each cell in the stage of development is totipotent. جميع الخلايا في هذه المرحلة من التطور تكون totipotent. شنو يعني totipotent؟ شنو معنى هذا المصطلح؟ أي has the capacity to become any cell type. يعني لها القابلية على أن تكون أي نوع من أنواع الخلايا بالمستقبل. يعني خلايا غير متمايزة. يعني هاي الخلية ممكن أن تكون أي خلية بجسم الإنسان بالمستقبل. هاي كذلك ممكن أن تكون أي خلية بجسم الإنسان بالمستقبل. فهي تكون totipotent. يعني لها القابلية has the capacity to become any type of cell. الآن تكون جميع يعني أي نوع من أنواع الخلايا. هذا هو مصطلح totipotent، ممكن يجي تعريف. فهذا أول شيء يصير قلنا بالأول أسبوع من التطور اللي هو الكليفج، اللي هو تكوين الموفيلا عن طريق انقسام الزايغوت وخضوعها لعدة انقسامات. ثاني شيء، ثاني عملية راح تصير الكومباكشن. قلنا الكومباكشن شنو هي؟ formation of the blastocyst. شنو البلاستوسيست؟ هي the first cavity، يعني أول تجويف أو أول فراغ يكون بالأمبريو. أول كافيتي يكون بالأمبريو هو البلاستوسيست. يعني إذا راح مثل ما نشوف بهذا الرسم، أول شيء صارت 2 cells blastomeres، انقسمن صارن 4، بعدين انقسمن صارن 8، بعدين صارن موفيلا اللي هي 16 cells 16 خلية مثل ما قلنا. الدور بعد عملية الكومباكشن، هنا صار لي كومباكشن بهاي المرحلة، صار لي كومباكشن، تكون عندي هذا التجويف. شوفون هذا التجويف، هذا التجويف يصحوله البلاستوسيست أو البلاستوكويل، نفس الشيء بلاستوسيست أو بلاستوكويل. أنا البلاستوسيست أو بلاستوكويل هي أول تجويف، أول فراغ يظهر بالأمبريو عن طريق عملية الكومباكشن. عملية الكومباكشن يعني هو أنه تبدي الخلايا مثل ما هنا، تبدي الخلايا تتجمع بمكان، تبدي تتجمع بهذا الاتجاه، بحيث تترك هنا فراغ، راح ينترك هنا فراغ يسحوله البلاستوسيست. بعدها يكبر الامبريو ويصير بالمحصله النهائيه هيك شكلها. فهذا الفراغ هنا يسحول البلاستوسيست او البلاستوكويل. هنا راح تظهر عندي نوعين من الخلايا بعد عمليه الكومباكشن، نشوفها بهذا الرسم. هسه قلنا بانه هذا البلاستوسيست كافيتي، اول تجويف صار بالامبريو. طبعا هذا الغلاف، هذا بالرصاصي، هذا شنو قلنا؟ الزونا بلوسيدا اللي هو ماشي هنا، هذا ماشي هنا الزونا بلوسيدا اللي هو الجلايكوبروتين شيل اوف ذا امبريو. التجويف الداخل الأمبريو هذا هو البلاستوسيست، البلاستوسيست كافيتي. راح تظهر هنا عندي نوعين من الخلايا بعد عملية الكومباكشن. نوع من الخلايا هذا ويا مجموعة من الخلايا هنا نصير موقعها يصحوا لها الانر سيل ماس أو الأمبريو بلاست. يعني الأمبريو بلاست هي مجموعة الخلايا اللي تصير كومباكتد، يعني متجمعة قريبة من بعضها هنا نصير. أما الخلايا الخارجية اللي تحيط بالأمبريو ككل، الخلايا الخارجية دنياهن اللي باللون الأخضر اسمهن الأوتر سيل ماس، الأوتر سيل ماس يعني الخارجي اللي اسمها الآخر التروفوبلاست. فإذا بعد عملية الكومباكشن إحنا عندنا أول شيء موفيلا، بعد عملية الكومباكشن يتكون تجويف داخل الأمبريو سحولة البلاستوسيست، وراح تتميز الخلايا اللي بالأمبريو على نوعين. مجموعة من الخلايا تكون إلى الداخل هنا ذني باللون الأزرق يسحون للأمبريو بلاست أو الاسم الآخر الانر سيل ماس. النوع الثاني من الخلايا اللي يكون بالخارج محيطة بالأمبريو ذني باللون الأخضر يسحون للتروفوبلاست أو الأوتر سيل ماس. هنا أكو مقارنة ما بين قبل الكومباكشن وبعد الكومباكشن. قلنا إحنا إنه قبل الكومباكشن أي في مرحلة الموفيلا بعد عملية الكليفج يكون الخلايا totipotent. شنو قلنا totipotent؟ يعني
has the capacity to become any cell type, يعني الخلايا لها القابلية على أن تكون كل جميع أنواع الخلايا. Only the cells produced by the first cell divisions after fertilization are totipotent. يعني الخلايا اللي نعتبرهم totipotent هي فقط الخلايا اللي انتجت بعد الانقسامات الأولية بعد عملية التلقيح fertilization. يعني بعد ما صار fertilization مو قلنا الزايغوت راح يمر بعدة انقسامات صحنا لها الكليفج، ففقط الخلايا اللي تنتج من هذا الكليفج اللي هي الانقسامات الأولية بعد fertilization، فقط هاي الخلايا اللي تنتج من الكليفج هي يكون totipotent فقط ذن الخلايا. أما بعد الكومباكشن، أي شنو بعد الكومباكشن؟ بعد تكوين البلاستوسيست، قلنا إحنا الكومباكشن هي formation of the blastocyst، فبعد تكوين البلاستوسيست الخلايا مع الأنبوبة راح يكون pluripotent. pluripotent شنو يعني pluripotent؟ فرق عن totipotent. pluripotent يعني the capacity to become one of many cell types، يعني أن يكون خلية واحدة من عدة أنواع خلايا، يعني مو يكون totipotent. totipotent يعني عدم تمايز مطلق، يعني ممكن تكون أي خلية، لكن pluripotent يعني ممكن أن تكون ممكن أن تكون عدة أنواع خلايا، خلية واحدة من مجموعة من أنواع الخلايا وليس كل الأنواع، يعني many types not all types but many types اللي هي multi lineage potential، يعني الخلية لها قابلية potential قابلية أو احتمالية أن تكون multi lineage، يعني عدة أنواع من الخلايا، عدة أنواع وليس الكل. أما totipotent فالخلية ممكن أن تكون واحدة من كل أنواع الخلايا اللي بجسم الإنسان. فهاي مقارنة ما بين قبل الكومباكشن، أي قبل تكوين البلاستوسيست، وبعد الكومباكشن بعد تكوين البلاستوسيست، مقارنة من حيثية من حيث أنواع الخلايا شنو ممكن أن يصير من بعدين. بعد عملية الكومباكشن راح يصير شيء اسمه هاتشينج. الهاتشينج شنو هو؟ هو إزالة الزونة بلوسيدة، قلنا احنا هذا الجلايكوبروتين شال الزونة بلوسيدة راح يصير لها نانة بالهاتشينج، راح يصير لها إزالة، راح يختفي هذا، راح يوخر عن الأنبوبة، راح يصير الأنبوبة حر. فالبلاستوسيست هاتشز فروم ذا زونا بلوسيدا، البلاستوسيست اللي هو التجويف داخل الأنبوبة راح يبدي ينخلع أو يبتعد من الزونا بلوسيدا، يعني الأنبوبة ككل بما فيه البلاستوسيست راح يبدي ينخلع يختنع من الزونا بلوسيدا، يعني الزونا بلوسيدا تبدي تختفي من الأنبوبة. فإذا الامبريو no longer constrained، يعني راح يكون الامبريو بعد هاي بعد إزالة الزونة بلوسيدة حر منطلق، يعني now free to enlarge، يعني يقدر هسه يكبر وينمو بحرية. ليش؟ لأنه قبل كان الزونة بلوسيدة أو الجلايكوبروتين شال اللي محيط به مقيدة ما يخليه يكبر. هنا أنا بعد ما تم إزالة هذا الغلاف الجلايكوبروتين شال هنا صار no longer constrained، يعني لم يعد مقيد، هنا أنا هو حظ على أن ينمو. وبعدها شي يصير can now interact with the uterine surface to implant، بعد إزالة الزونة بلوسيدة هنا الأنبوبة ممكن أن يتفاعل interact with the uterine surface مع سطح الرحم حتى شنو implant، حتى يتم غرس الأنبوبة باليوترين وول. فشو وقت يبدي يتفاعل الأمبريو ويا جدار الرحم حتى يصيب الامبلانتيشن؟ بعد إزالة الزونة بلوسيدة، بعد إزالة عملية الهاتشينج، عملية الهاتشينج اللي هي إزالة الزونة بلوسيدة. وقلنا آخر شيء ثالث شيء، يعني هنا الهاتشينج هي مرحلة بينية ما بين الكومباكشن والامبلانتيشن. المرحلة الثالثة أو الشيء الثالث اللي يصير بالأسبوع الأول من الديفلوبمنت قلنا هو الامبلانتيشن، أو الامبلانتيشن بيجنز، بداية عملية الامبلانتيشن اللي هو زرع الامبريو في جدار الرحم. بهاي المرحلة قبل لا يصير implantation الconceptus، يعني تركيب الجنين، هذا تركيب الجنين conceptus، هنا في هاي المرحلة يحتوي 107 خلية 107 cells، يعني قبل عملية implantation، قبل لا يبدأ بالimplantation عدد الخلايا اللي موجودة بالconceptus 107. 8 من ذني الخلايا will make the embryo، 8 اللي هنا فقط ذني اللي embryo blast، ليش تحول الامبريوبلاست؟ لأن هنا حيكون لنا الامبريو بعدين. 8 من ذني الخلايا الامبريوبلاست راح يكون لنا الامبريو في المستقبل. و99 يبقى ايش قاعد؟ يبقى 99. ذني 99 ايش راح يسوون اللي هنا التروفوبلاست الخارجيات؟ begin the development of the fetal membranes، راح يبدأ يكون أغشية الجنين، لأن الجنين اكو أغشية تحيط به وكافيتيز، فذني الأغشية اللي تحيط بالفيتس راح تبدأ من ذني 99 خلية اللي هنا التروفوبلاست. فإذا بداية عملية الامبلانتيشن الكونسبتس ب 107 خلية، 8 من ذني يكونني الامبريو و 99 من ذني يكونني الأغشية اللي تحيط بالامبريو. شلون تصير عملية الامبلانتيشن؟
هسه نجي الامبلانتيشن شلون يصير، شلون الانب راح يزرع نفسه في جدار الرحم حتى يتم تغذيته من قبل الدوره الدمويه للام، لانه وليش اصلا ينزرع بالرحم؟ حتى يتم تغذيته، لانه يحتاج دم، الانب يحتاج غذاء عن طريق الدم من يجي من الام، فلازم يزرع نفسه باليوترس بالرحم حتى يتم تغذيته بواسطه دم الام. الامبلانتيشن از ذا ريزلت اوف ميوتشوال تروفوبلاستيك اند اندوميتريال اكشن، يعني هو نتيجه التفاعل المشترك ما بين التروفوبلاست اللي هنا الخلايا الخارجيه للامبريو الاوتر سيل ماس، وشنو الاندوميتريال. الاندوميتريال هو البطانه مال الرحم، يعني البطانه يعني اللايننج مال اليوترس هو الاندوميتريوم يصيحوا له. فاذا الامبلانتيشن يكون نتيجه التفاعل المشترك ما بين التروفوبلاست، يعني راح يتفاعل التروفوبلاست ويا الاندوميتريوم ويا بطانه الرحم. شلون يتم هذا الشيء؟ السلكتين، ماده السلكتين ماده كربوهيدراتيه موجوده بالتروفوبلاست سيلز في خلايا التروفوبلاست، لها كربوهيدرات ريسبتورز اون ذا يوترين ابيثيليوم، يعني موجوده ريسبتورات لهاي الماده للالسلكتين موجوده على اليوترين ابيثيليوم، موجوده في بطانه او اللايننج اوف ذا يوترس. هاي الالسلكتين ميديت initial attachment of a blastocyst to the uterus، يعني اندماج مادة الالسلكتين ويا الريسبتورات مادته اللي موجودة بالابيثيليوم of the uterus راح تسمح لي بالinitial attachment، يعني الاتصال الاولي للبلاستوسيست to the uterus. البلاستوسيست اللي هو الامبريو بهاي المرحلة، يعني الامبريو بهاي المرحلة يصيحوا للبلاستوسيست. ليش؟ لانه يحتوي على البلاستوسيست كافيتي. فاذا زرع البلاستوسيست او زرع الامبريو في بطانة الرحم في جدار الرحم شلون يكون؟ يكون عن طريق افراز ماده الالسلكتين، هاي الماده الالسلكتين اللي هي موجوده بالتروفوبلاست سيلز بين الخلايا الخارجيه، بين التروفوبلاست سيلز موجوده بها ماده الالسلكتين، راح تحرر هاي الماده التروفوبلاست سيلز راح تحرر ماده الالسلكتين، هاي ماده الالسلكتين راح تتفاعل ويا الريسبتورات والمستقبلات مالتها اللي موجوده وين؟ موجوده في بطانه الرحم. هذا التفاعل ما بين الالسلكتين والريسبتورات اللي موجوده في بطانه الرحم راح يبدي يسبب لي بالتصاق الامبريو، التصاق البلاستوسيست في جدار الرحم، وهاي هي عمليه الامبلانتيشن. بس نشوف بهاي الصوره عندنا قبل الامبلانتيشن شنو؟ هذا اليوترس، هذا الرحم، جدار الرحم، وهاي الطبقه اللايننج مال تيسح حول الاندوميتريوم اللي هي الابيثيليال لايننج اوف ذا يوترس، يعني بطانه الرحم. عندنا هذا الامبريو الكونسبتس البلاستوسيست يحتوي على بلاستوسيست كافيتي، هذا التجويف عفوا، يحتوي على بلاستوسيست كافيتي اللي هو هذا التجويف، ويحتوي على انر سيل ماس هذا اللي هي الامبريو بلاست اللي هي الخلايا اللي فيما بعد راح تكون لي الامبريو، وبعدين يحتوي على الاوتر سيل ماس اللي من الخلايا المحيطه اللي هي يسمحون التروفوبلاست اللي تحتوي على ماده الالسلكتين. فعندنا هنا نشوف انه بهذا الرسم بداية عملية الامبلانتيشن، شلون يتم عملية الامبلانتيشن؟ شوفوا ان التروفوبلاست سيلز بدأت تحتل الاندوميتريوم، بدأت تحتل الاندوميتريوم وتحرر مادة الالسلكتين، اكو مادة هنا جاية تتحرر يصيحوا لها الالسلكتين. على ذني الخلايا مال الاندوميتريوم اكو ريسبتورات، يعني اكو ريسبتورات للالسلكتين، لما تجي الالسلكتين تلتصق بذني الريسبتورات هنا الامبريو راح يلتصق في جدار الرحم، وهي عملية الامبلانتيشن. فهنا أنا بعد الأسبوع الأول صار عندي، بعد الأسبوع الأول صار fertilization وصار cleavage، يبدأ الزايغوت تتقسم إلى عدة خلايا، بعدها صار compaction تكوين عملية تكوين البلاستوسيست، وراها الزونة بلوسيدا انزالت عن الأمبريو فصار الأمبريو حر حتى يصير له enlargement حتى يكبر، وبعدها عملية الامبلانتيشن بدت، فبداية عملية الامبلانتيشن. فإذا نشوف إنه بهذا المخطط اللي هو الملخص نشوف بأنه هنا البريوفيلاتوري فولكل يعني الحويصة اللي تنتج لي البيضة راح تطرح لي الأووسايت، هاي الأووسايت هنا بعد عمل بعد 12 إلى 24 ساعة يصير لها فيرتلايزيشن، شوفوا إنه هاي السبرمز بدأت تجي باتجاه البيضة بدأت تتلقحها، هاي السبرم لقحتها بالأمبولة، وين يصير التلقيح بالأمبولة، بعدها الزايغوت بدأت تنتقل بدأ يصير لها كومباكشن، لو تشوفون سنة بعد 30 ساعة قلنا احنا الكليفج يبدي بعد 30 ساعة، انقسمت صارت خليتين، وهنا مرت بعدة انقسامات لحد ما صارت هنا موفلا، بعد مرور 3 ايام من الفيرتلايزيشن صار الامبريو عبارة عن موفلا اللي هي 16 خلية. الدور دخل العفو دخل الى اليوترس صار له شنو؟ كومباكشن، شوفوا بدت تتكون هاي البلاستوسيست كافيتي
بعد شقد 4.5 إلى 5 أيام. الدور هنا بعد مو 6 أيام وبعد إزالة الزونة بلوسيدا بدأ هنا الإمبلانتيشن. شوفون هنا بدأ التفاعل ما بين التروفوبلاست سيلز والأندوميتريوم أوف ذا يوترس. فهاي هي فيرتلايزيشن أند إمبلانتيشن، يعني عملية التلقيح والمراحل اللي مرت بيها بعد ذلك، وهنا انتهت بالإمبلانتيشن. فبالاسبوع الاول عندي two things happening at once، راح يصير لي شغلتين يصيرن في آن واحد. شنو؟ make an embryo، راح يبدي يتكون الجنين، يعني الجنين يبدي يتكون، وثاني شيء make a placenta، يعني انشاء المشيمه، يعني راح اصنع شغلتين او راح اكون شغلتين خلال اول اسبوع، اللي هي راح اول شيء انشئ او اكون الامبريو، وثاني شيء اكون البلاسنتا المشيمه اللي شنو وظيفتها support the embryo، حتى تسند الامبريو من ناحيه الغذاء والهرمونات وكذا. ف at the very early stages the placenta has the priority، في المراحل البدائيه كلش في تطوير الامبريو البلاسنتا هو الى الاولويه. شنو يعني؟ يعني الجسم يبدي يفضل النمو البلاسنتا على نمو الامبريو. ليش؟ لانه لازم اول شيء يكون قاعده، لازم اول شيء يكون قاعده جاهزة اللي هي البلاسنتا، حتى بعدين يبدي ينمو الامبريو بعد ما يكون البلاسنتا جاهز حتى يستقبل الامبريو. فلذلك البلاسنتا المشيمة بالمراحل البدائية في نمو الامبريو هو الى الاولوية بالنمو. بعد ما يكتمل البلاسنتا يبدي الامبريو بعد ذلك يبدي ينمو. فهنا خلصنا الاسبوع الاول من الديفلوبمنت. الاسبوع الاول كملخص قلنا يصير بي ثلاث عمليات رئيسية، الكليفج والكومباكشن والامبلانتيشن. الكليفج هو انشاء المورفلا، يكون الخلايا بها توتي بوتنت. بعدها الكومباكشن اللي هو انشاء البلاستوسيست، يكون الخلايا بها مالتي بوتنت. وبعدها الامبلانتيشن يبدي بعد عمليه الهاتشينج، يبدي الامبلانتيشن اللي هي تتفاعل ماده الار سيلكتين ويا الريسبتورات اللي موجوده على بطانه الرحم، وبعدها يبدي يلتصق او ينزرع الامبريو على جدار الرحم. هسه الاسبوع الثاني اللي هو ثاني اسبوع من البري امبريونيك بيريد، اللي يصيحوا له مرحلة الباي لامينر جيرم ديسك. هسه نعرف ليش باي لامينر جيرم ديسك. بس بالاسبوع الثاني راح تصير عندي ثلاث عمليات، ايضا ثلاث عمليات رئيسية يصير غيرها من الامور، لكن ثلاث اشياء رئيسية يصيرن بالاسبوع الثاني. اول شيء طبقة التروفوبلاست، طبقة التروفوبلاست اللي اخذناها بالاسبوع الاول، الطبقة الخارجية differentiates into two layers، راح تتمايز الى طبقتين. يعني طبقة التروفوبلاست راح تتمايز الى طبقتين. تصير الطبقة الأولى اللي هي سايتوتروفوبلاست اللي موجودة هنا، هسه هاي التروفوبلاست تتميز على طبقتين. السايتوتروفوبلاست الأولى اللي هي هاي المحيطة بالأمبريو، وثانيا هي السينكيشيوتروفوبلاست. السينكيشيوتروفوبلاست هي هاي الطبقة الثانية. فش وقت يصير هذا التمايز؟ يصير بالأسبوع الثاني، في بداية الأسبوع الثاني من التطور الجنيني. شي يصير أول شي التروفوبلاست، طبقة التروفوبلاست اللي هي هاي أول شي، احنا بدينا بهاي الطبقة، راح تتحول على طبقتين. الطبقة الأولى اللي هي هاي السايتوتروفوبلاست، والطبقة الثانية هاي اللي هي السينكيشيوتروفوبلاست. الامبريوبلاست اللي هو الانر سيل ماس ايضا راح يتمايز على طبقتين. الطبقة الاولى هي الهايبوبلاست لير، والطبقة الثانية هي الابيبلاست لير. فعندنا هسه هذا الامبريوبلاست ايضا راح يتحول على طبقتين، ايضا راح يتمايز على طبقتين. الطبقة العلوية هاي اللي هي الابيبلاست، والطبقة الثانية اللي هنا باللون الاصفر هاي الطبقة الثانية هي الهايبوبلاست. فإذا الطبقتين اثنيناتهم راح يتمايزن. عندي بالاسبوع الاول نهايته صار عندي تروفوبلاست وامبريوبلاست. التروفوبلاست اللي هو الاوتر سيل ماس يتمايز الى طبقتين، السايتوتروفوبلاست والسينكيشيوتروفوبلاست. الامبريوبلاست اللي هو الانر سيل ماس ايضا راح تتمايز الى طبقتين، الطبقه الاولى او العلويه هي الابيبلاست، والطبقه الثانيه هي الهايبوبلاست او الطبقه السفليه. ثالث شيء راح يصير هي small cavity appears within the epiblast. هذا الابيبلاست اللي الخلايا اللي باللون الازرق راح تظهر بها تجويف بداخلها، اللي هو هذا التجويف، هذا التجويف داخل الابيبلاست، راح يبدي يتكون تجويف. هذا التجويف يصير حوله بعد ما يصير الانلارجمنت، بعد ما يكبر هذا التجويف ويتطور يصير الامنيوتيك كافيتي. الامنيوتيك كافيتي اللي هو السائل اللي راح يحتوي على الامنيوتيك فلويد. فاذا ثلاث امور اساسيه تصير في الاسبوع الثاني من الديفلوبمنت. التروفوبلاست تتحول الى طبقتين، سايتوتروفوبلاست وسينكيشيوتروفوبلاست. الامبريوبلاست ايضا يتحول الى طبقتين، هايبوبلاست وابيبلاست. وثالث شيء هو راح يتكون عندي تجويف داخل الابيبلاست، يعني من ضمن خلايا الابيبلاست داخلها راح يتكون تجويف. بعد ما يكبر هذا التجويف راح يصير الامنيوتيك كافيتي.
فهنا نبدي هسه نشوف الاحداث اللي راح تصير حسب الايام خلال الاسبوع الثاني. عندنا ويك 2 داي 9، يعني في اليوم التاسع اللي هو بالاسبوع الثاني، يعني اسبوع ويومين، يعني باليوم التاسع بالويك 2 راح اول شيء يصير عندي امبريونيك بول. امبريونيك بول هو عمليه rapid development of the syncytial trophoblast. شنو يعني embryonic pole؟ يعني انه syncytial trophoblast اللي هاي الطبقة اللي بالاخضر اللي بالاخضر الطوخ راح تبدي تتطور rapid development، راح تبدي تنمو هاي الطبقة syncytial trophoblast تبدي تكبر وتتطور اللي هو يسمونه embryonic pole. وثاني شيء راح يصير عندي ab embryonic pole. عملية الab embryonic pole شنو هي؟ هي عملية تكوين primitive yolk sac. البروميتيف يورك ساك فورمد. شنو هي البروميتيف يورك ساك؟ البروميتيف يورك ساك هو التجويف اللي راح يحل محل البلاستوسيست. يعني هنا البلاستوسيست بعد راح، ماكو شيء اسمه بلاستوسيست، هنا راح يحل محلها البروميتيف يورك ساك. شنو الفرق او شلون يتكون هذا البروميتيف يورك ساك من البلاستوسيست؟ نشوف بهذا الرسم. احنا بالبدايه عندنا بالبدايه هذا التروفوبلاست، الخلايا الخارجيه، هذا الهايبوبلاست وهذا الابيبلاست. فبعد ما هاي الهايبوبلاست سيلز، لان خلايا الهايبوبلاست تحيط بالطبقة الداخلية هيجي مثل ما تشوفون هنا، شلون بدت خلايا الهايبوبلاست تحيط اللي جوا، هذا التجويف الناتج من احاطة الهايبوبلاست للطبقة الداخلية هو البريميتيف يورك ساك، وهذا الغشاء المحيط به ما مطلوب يسموه الهويسرز ممبرين اللي هي الهايبوبلاست سيلز سراوندينج ذا بريميتيف يورك ساك. فاذا البريميتيف يورك ساك شلون تتكون من عملية انتشار الهايبوبلاست سيلز داير مدار الامبريو من جوه حتى يكونن او يحيطن بتجويف، هذا التجويف الجديد يصيحوا له البريميتيف يورك ساك. فقبل عملية انتشار الهايبوبلاست سيلز يصيحون التجويف بلاستوسيست او بلاستوكويل، بعد احاطتها بالهايبوبلاست سيلز يصيحوا له البريميتيف يورك ساك ضمن عملية الامبريونيك بول. فاليورك ساك ممبرين، غشاء اليورك ساك اللي هو الهاي سيلز ممبرين، هذا الغشاء مالتها اللي هي الهايبوبلاست سيلز المحيطه بها، ان كونتاكت وذ ذا سايتوتروفوبلاست لاير، اكيد هي تكون على اساس، شوفونا اوضح بهذا الرسم، هذا الغشاء مال اليورك ساك، بس هذا تجويف اليورك ساك، هذا عندنا تجويف البريميتيف يورك ساك، هذا التجويف، الغشاء مالته هذا يكون بتماس مع السايتوتروفوبلاست اللي هو هذا، هاي الخلايا اللي باللون الاخضر الفاتح هو السايتوتروفوبلاست اللي هي الطبقة الأولى من التروفوبلاست، يعني قلنا تروفوبلاست تميز إلى سايتوتروفوبلاست وسينكيشيو تروفوبلاست، فهاي سايتوتروفوبلاست تكون بتماس مع غشاء البريميتيف يورك ساك. يعني ما معناها بأنه البريميتيف يورك ساك تكون بتماس مباشر مع السايتوتروفوبلاست ضمن هاي الفترة الزمنية اللي هي داي 9. داي 9 أيضا يسحولها لاكنر ستيج، شيء ثاني راح يصير بيها. فإذا داي 9 شنو اسمه الثاني؟ لاكنر ستيج. اللاكونر ستيج ليس هو اللاكونر ستيج due to the development of lacunae نتيجة تكوين ذني التجويفات اللاكونية يصيحون التجويفات ضمن السيكيشو تروفوبلاست. شوفوا انه السيكيشو تروفوبلاست راح يصير بيه تجويفات، فذني التجويفات اللي يصيحون اللاكونية يصير من شوكت يتكونن بالداي 9، فلذلك مرحلة الداي 9 يصيحون اللاكونر ستيج due to the development of lacunae نتيجة تكوين التجاويف داخل السيكيشو تروفوبلاست. ولو تشوفون بانه هنا هذا البطانه مال الرحم، فهنا بدا الامبريو قريب ما ينزرع تماما في جدار الرحم، فقط بس هاي شويه. الويك 2 داي 11 في يوم رقم 11، يعني هسه بدينا وشي يوم 9 عرفنا ايش صار بيها. بعدها بيوم 11 ايش راح يصير؟ البروميتيف يورك ساك ممبرين از بوشت اواي فروم ذا سايتوتروفوبلاست لاير باي ان اي سيلولار اكستمبريونيك ريتيكولم. شنو يعني؟ يعني احنا قلنا بانه بعد هاي المرحلة راح يكون هنا اليورك ساك على تماس مباشر، اليورك ساك ممبرين راح يكون على تماس مباشر مع السايتوتروفوبلاست. هنا بهاي المرحلة البريميتيف يورك ساك ممبرين، الغشاء مال البريميتيف يورك ساك راح بوشت اواي فروم ذا سايتوتروفوبلاست، راح يبدي يندفع مثل ما نشوفه بهاي الصورة. هسه الغشاء هنا صار، وهذا السايتوتروفوبلاست، فشوفوا بدا ينفصل عنه، هذا بدا ينفصل عنه، البريميتيف يورك ساك يبدي يندفع او ينفصل عن السايتوتروفوبلاست. شنو اللي يفصلهن؟ شنو هذا الشيء الرصاص اللي جاي يفصلهن؟ هذا فالتركيب يصيحوا له الاي سيلولار اكسترا امبريونيك ريتيكولم. هذا الاي سيلولار اكسترا امبريونيك ريتيكولم هو اللي راح يفصل ما بين البريميتيف يورك ساك ممبرين والسايتوتروفوبلاست. هاي الريتيكولم لاير، هاي الطبقه الرصاصيه، فيما بعد راح تتحول الى اكسترا امبريونيك ميزودرم باي سيل مايجريشن، عن طريق انتقال الخلايا. يعني راح تبدي الخلايا هاي
يسوي له cell migration يعني انتقال، يعني تجمع في كتل معينة الخلايا تبدأ تتجمع حتى تكون لي الاكسترا امبريونيك ميزودرم. فإذا أول شيء عندي الأي سليلة اكسترا امبريونيك ريتيكينوم فيما بعد تتحول إلى الاكسترا امبريونيك ميزودرم عن طريق عملية cell migration. بهاي المرحلة في يوم 11 شو راح يصير أيضا؟ The surface epithelium almost covers the original defect in the uterine wall، ما معناه بأنه هنا بعد يوم 11 الامبريو صار له full implantation، يعني الامبريو انزرع بشكل كامل في جدار الرحم بحيث هنا الفراغ اللي انترك من دخول الامبريو بدأ ينسد، هنا انسد. فالفراغ بيوم 11 اللي صار بجدار الرحم يبدي يلتحم وينسد، ما معناه بأنه الامبريو صار له full implantation في جدار الرحم. هسه وصلنا إلى يوم 12، يوم 12 من الأسبوع الثاني. إيش راح يصير بيوم 12؟ أولاً the maternal sinusoids invaded by syncytial trophoblast. إحنا نعرف إنه syncytial trophoblast راح يبدي ينمو، راح يبدي يخترق اليوترس. هسه هذا كل اليوترس هسه أنا. فsyncytial trophoblast يبدي يخترق اليوترس. أكو باليوترس ذني يصيرون maternal sinusoids اللي هي الأوعية الدموية للأم. السينوسويدز هي الأوعية الدموية للأم. فsyncytial trophoblast راح يحتل ذني الأوعية الدموية. شوفوا سنانة شلون ذني الأوعية الدموية صار ضمن السينكيشيو تروفوبلاست. بس هذا ذني، شوفوا ذني هنا الأوعية الدموية سينكيشيو تروفوبلاست هنا احتلها، يعني صار من ضمن السينكيشيو تروفوبلاست. فاللاكوني اللي وين قلنا هنا موجودة بالسينكيشيو تروفوبلاست، يعني الفراغات التجويفات اللي موجودة بالسينكيشيو تروفوبلاست راح يكون continuous with the sinusoids، راح يكون على استمرار يعني على تواصل مع الأوعية الدموية، يعني الأوعية الدموية مال الأم راح تملأ الفجوات اللي موجودة بالسينكيشيو تروفوبلاست. فبهذا يكون the uteroplacental circulation begins، راح تبدي عملية الدوران ما بين اليوترس والبلاسنتا، يبدي عملية تبادل المواد الغذائية عن طريق الدم ما بين الرحم وما بين المشيمة. ففي يوم 12 الأسبوع الثاني يوم 12 راح يبدي يوصل الغذاء من الأم إلى الأمبريو عن طريق شنو؟ عن طريق الماترنال سينوسويدز، الأوعية الدموية للأم اللي تكون يحتلها السينكيشيو تروفوبلاست وتمتلئ اللاكوني بذني الأوعية الدموية. فيكون الأوعية الدموية للأم على تواصل مباشر مع الأمبريو حتى توصل المواد الغذائية، وبذلك اليوترين ستروما prepares for support of the embryo. اليوترين ستروما يعني اليوترس هو النسيج اليوترس راح يبدي يستعد على انه سبورت ذا امبريو، على يبدي ان يسند الامبريو. شلون يسند؟ عن طريق توفير المواد الغذائيه بواسطه الدم. فشوكت يبدي عمليه تواصل المواد الغذائيه بين الام والامبريو بالاسبوع الثاني يوم 12. شنو الاليه؟ الاليه انه سينكيشيو تروفوبلاست هو واللاكوني مالاته يبدي يعني يصير له ادفانسينج خلال اليوترس، يبدي يتقدم خلال اليوترس حتى يوصل للماترنال سينوسويدز ويحتلهن ويصير الماترنال سينوسويدز ان كونتينوس وذ ذا لاكوني. هذا يوم 12. في يوم 13 ايش راح يصير؟ A new cavity known as the secondary yolk sac of definitive yolk sac appears. راح يظهر عندي تجويف جديد. هسه هذا شنو؟ هذا ثالث تجويف صار عندي. النيو كافيتي شو اسمها؟ السكندري يولك ساك. احنا شان عندنا البرايمري يولك ساك، هنا السكندري يولك ساك او اسمها الثاني الديفينيتيف يولك ساك راح تظهر. وين راح تظهر؟ راح تظهر بمكان البريميتيف يولك ساك. لو شوف هسه بهاي الصوره شوف شو راح يصير، انه هنا أنا اول شيء عندنا البريميتيف يولك ساك. هسه هاي يعني الرسم اللي نعرفه انه هذا البريميتيف يولك ساك وهذا الاكسترا امبريونيك ميزودرم اللي قلنا دفع او فصل البريميتيف يولك ساك عن السينكيشيو تروفوبلاست اللي يكون موجود هنا، ما هنا ما موجود بالرسم. فهنا يصير اندفاع ثاني، راح يصير اندفاع ثاني هنا. هسه هنا يعني بس لحظه، هنا اللي باللون الاخضر هنا راح يعني تجويف جديد، راح يصير انفصال جديد يفصل هذا عن هذا، فراح يظهر هنا تجويف جديد. شو اسمه التجويف الجديد؟ اي سهول الاكسترا امبريونيك كولوم. الاكسترا امبريونيك كولوم التجويف الجديد هذا هنا هو كان هذا هنا البريميتيف يولك ساك. هنا بعد عمليه ظهور هذا التجويف الثاني اللي فصله عن الجدار راح يسهول السكندري يولك ساك، يعني البرايمري يولك ساك نفسها سكندري يولك ساك، لكن شنو بعد ما يصير هذا التجويف الثاني، بعد ما يصير هذا التجويف الثاني يسهول السكندري يولك ساك، لكن هي موقعها نفس الشيء. فهذا هو هنا الصورة الثانية
ايضا توضح انه ايضا عندي كافيتي جديد اللي هو هذا الكافيتي الجديد هذا السكندري يورك ساك السكندري يورك ساك والبقايا مال البرايمري يورك ساك هي هاويه لان السكندري يورك ساك هي اصغر من البرايمري يورك ساك يعني راح تبدي تندفع السكندري يورك ساك تبدي تندفع لي فوق لما تبدي تندفع لي فوق عن طريق هذا التجويف الهنانه سحور السكندري يورك ساك والبقايا مال البرايمري يورك ساك هي هاويه شو سحور البقايا مال البرايمري يورك ساك بهذا الرسم نسوي الاكزوكولوميك سيست الاكزوكولوميك سيست هي بقايا البرايمري يورك ساك البقايا الجزء الاصلي اندفع لي فوق هذا وياه هذا صار السكندري يورك ساك البقايا مالته اللي هنا سحور الاكزوكولوميك سيست فالاكزوكولوميك كافيتيز ار بينشد اوف فهذا اللي هو الاكزوكولوميك كافيتي او الاكستومبيونيك كافيتي نفس الشيء نفس المعنى الاكزوكولوميك كافيتي او الاكستومبيونيك كافيتي نفس الشيء يصير له بينشد اوف بينشد اوف يعني شلون تنحصر يعني شلون او تنضغط تنحصر فتصير هنا هاي المنطقه سحود الاكزوكولوميك سيستس ريبريزنتد باي اكزوكولوميك سيستس اللي هي شنو هي البقايا مال البريميتيف يورك ساك وايضا الشيء الثالث اللي راح يصير هسه انا لحد الان شغلتين صامن اول شيء تكون عندي سكندري يورك ساك او الديفينيتيف يورك ساك عن طريق اندفاع هذا التجويف الى الاعلى عن طريق الاكستمبيونيك ميزودرم وبعدين الشيء الثاني اللي صار انه تكون عندي الاكزوكولوميك سيستس اللي هي بقايا مال البريميتيف يورك ساك وثالث شيء عندي برايمري فيلاي ابير البرايمري فيلاي هنا ذني موجودات بالرسم هنا ذني النتوءات شوف ذني النتوءات اللي موجوده بالسايتوتروفوبلاست ذني النتوءات شوفوا على شكل اصابع على شكل الفيلاي مثل شكل الزغابات هاي البرايمري فيلاي راح تبدي تظهر بالسايتوتروفوبلاست فذني ثلاث امور يصيرن في يوم 13 اخر يوم هذا الرسم طبعا ذني الرسومات اللي موجودة عليها هاي النجمة للاطلاع فقط يعني ذني يصير رسمين للاطلاع يعني ما موجودات بالمحاضرة الاصلية اخر يوم يوم 13 من الاسبوع الثاني شو راح يصير spaces within the extraembryonic mesoderm merge to form the chorionic cavity راح تظهر تجويفات بالextraembryonic mesoderm هسه نشوف هنا عفوا هنا ذني الفراغات راح يبدي يصير لهم merge او ذن الفراغات هنا اوضح الفراغات راح تبدي تندمج حتى تكون لي الكوريونيك كافيتي يعني الاكستومبيونيك ميزودرم اول شيء بالبدايه هو نسيج راح تظهر بيه عده فراغات هاي الفراغات وين ما يصير لها ميرج يعني تبدي تندمج راح تتكون الكوريونيك كافيتي اللي هي اخر كافيتي يظهر بالاسبوع الثاني The embryo anisocavities are suspended by the connecting stalk الامبريو الجنين وكل التجاويف من اللي موجودة به راح تكون محمولة او مرتبطة عن طريق connecting stalk وهذا ما سوينا رسم مو كلش بس هذا اللي تشوفون هذا العنق اللي يربط الامبريو بالسايتوتروفوبلاست هذا العنق اللي هو column of mesoderm متكون من mesoderm نسيج mesoderm راح يكون لي بالمستقبل future umbilical cord اللي هو الحبل السري يعني هذا فيما بعد هذا هنا راح يكون the future umbilical cord الحبل السري اللي هو يربط الامبريو بالمضغ باليوترس bleeding around now can be confused with menstrual bleeding راح يصير بهاي المرحلة بنهاية يوم 14 راح يصير bleeding يعني سيران الدم عند الام وهذا ممكن ان يصير له confused ممكن ان يتوهم هذا bleeding على انه menstrual bleeding على انه دم نتيجة دورة شهرية لكنه مو menstrual bleeding هو انه طبيعي يعني بهاي المرحلة ان يصير bleeding شو وقت في يوم 14 فس الشي يصير بday 14 اول شي تتكون الكوريونيك كافيتي كنقاط عامة يعني والاكثر شي مطلوب النقاط العامة ما يعني التفاصيل شوية مو كلش يعني بس يتكون عندي الكوريونيك كافيتي اللي واخذ تجويف عن طريق الـ spaces within the extraembryonic mesoderm يصير لهم merging تبدي تندمج الفراغات حتى تكون لي تجويف كبير الكوريونيك كافيتي وايضا الامبريو راح يكون مرتبط بالبلاسنتا هسه هذا المشيمة عن طريق الـ future umbilical cord عفوا عن طريق هذا الـ connecting stalk اللي هو mesoderm راح يصير بالمستقبل الـ umbilical cord وبعدين ايضا راح يصير اخر شيء bleeding اللي ممكن ان يصير confused يتوهم على انه menstrual bleeding فاذا ملخص الاسبوع الثاني ايش راح يصير راح يسوي شيء differentiation كملخص differentiation قلنا حصير تمايز للطبقات two distinct cellular layers emerge from
قلنا احنا الطبقة الخارجية الـ outer cell mass اللي هي الـ trophoblast، هذه التروفوبلاست راح يصير ديفرنشيشن على طبقتين، شنن السينكيشيو تروفوبلاست والسايتو تروفوبلاست. السايتو تروفوبلاست هاي الطبقة اللي تحيط بال عفوا هاي الطبقة اللي تحيط بالامبريو، سايتو تروفوبلاست. والسينكيشيو تروفوبلاست هي الطبقة العلوية اللي راح تخترق اليوترس حتى يصير امبلانتيشن. فهذا ال تروفوبلاست راح تتميز لهذين الطبقتين. والانر سيل ماس اللي هي الامبريو بلاست، الامبريو بلاست راح تتميز على طبقتين، الأبي بلاست الطبقة العلوية والهايبو بلاست الطبقة السفلية. هاي الأمبريو بلاست لما يتميز على ذني الطبقتين، ذني الطبقتين يصبحون باي لامينر ديسك. فهذا معنى كلمة باي لامينر ديسك، يعني صفيحة ثنائية الطبقة. فالباي لامينر ديسك هو الأمبريو بلاست بعد ما تم تمايزه إلى طبقتين، الأبي بلاست والهايبو بلاست. ذني الطبقتين سوا يصبحون الباي لامينر ديسك، يعني صفيحة ثنائية الطبقة. فهذا يصير بالأسبوع الثاني. فبنهاية الأسبوع الثاني إيش راح يكون الوضع؟ راح يكون the conceptus has implanted، يعني التركيبة والجنين راح يكون مزقوع تماما في جدار الرحم. قلنا شو وقت ينتهي الـ implantation؟ ينتهي في يوم 11 لو تتذكرون، بيوم 11 راح يبدي يصير الـ embryo fully implanted، يعني راح ينسد من جوا، راح يصير implanted مغروس داخل الرحم في يوم 11. فالـ conceptus has implanted يكون مزقوع في جدار الرحم. The embryon is two cavities. The embryo with two cavities اللي موجودة بي اللي هنا يا هن الامنيوتيك كافيتي. الامنيوتيك كافيتي اللي هنا قلنا وين تتكون؟ تتكون داخل الابيبلاست سيلز. والكافيتي الثاني اللي هو اليولك ساك، هذا هو السكندري يولك ساك تحديدا او الديفينيتيف يولك ساك. will be suspended، راح يكون المحمولات عن طريق كونكتنج ستوك. قلنا هذا كونكتنج ستوك اللي بالمستقبل شو راح يكون لي؟ راح بالمستقبل يكون لي الامبليكال كورد، الحبل السري. هذا كل الأمبوي يكون موجود within a supporting sac ضمن تجويف أو كيس ساند اللي هو الكوريونيت كافيتي اللي هو هذا التجويف الأكبر. فإذا هذا الأمبوي، هذا الأمبوي فقط الجزء المحدد بالدائرة هو two cavities اللي موجودة به، هذا الفوق وهاي الجوة، يكون مرتبط by connecting stalk ومحمول ضمن تجويف مساند اللي هو هذا الكوريونيت كافيتي. فهذا في نهاية الأسبوع الثاني هيك يكون وضع الأمبوي. وهاي ايضا نهايه البري امبريونيك بيريد، لان قلنا البري امبريونيك بيريد هي من الاسبوع الاول والثاني. فهنا انتهت البري امبريونيك بيريد، صار الامبريو فول امبلانتيشن موجوده بذني الكافيتيز الاثنين مرتبط بكونكتنج ستوك ومحمول بكيس ساند اللي هو الكوريونيك كافيتي او الكوريونيك ساك. هسه هنا نشوف على بعض الديفكتس او بعض الاختلالات اللي يصير في عمليه الامبلانتيشن. بعملية الامبلانتيشن ممكن ان يصير عدة مشاكل، راح ناخذ اثنين منهم اللي هنا الاكتوبيك بريجننسي والبلاسنتا بريفيا. ذني حالات مرضية يصير خلل بالامبلانتيشن. الاكتوبيك بريجننسي اول شيء راح يصير بي هو شنو؟ الاكتوبيك بريجننسي هو امبلانتيشن ات سايت اذر ذان ذا يوترين بودي، يعني هو الامبلانتيشن اللي يصير بموقع غير اليوترس. احنا نعرف بانه الامبلانتيشن يصير باليوترس، فاذا صار الامبلانتيشن خارج اليوترس مو باليوترس هنا صار اكتوبيك بريجننسي، يعني حمل خارجي، يعني خارج اليوترس. يعني في الغالب اغلب الاحيان يكون هذا الامبلانتيشن المختل يكون بالفالوبين تيوب. بالفالوبين تيوب يصير الامبلانتيشن اللي هي اقنيه فالوب، يعني الاوفيدكتس. فاذا صار الامبلانتيشن خارج اليوترس صار اكتوبيك بريجننسي. في الغالب يحدث هنا لو تشوفون هنا بالفالوبين تيوب في الغالب، لكن ممكن يحدث في اماكن اخرى. لكن اذا صار خارج اليوترس، يعني خارج هاي المنطقه، اذا صار الامبلانتيشن خارج هاي المنطقه خارج هذا اليوترس صار اكتوبيك بريجننسي. هذا الاكتوبيك بريجننسي كان بي بيريتونيال اوف اوفيريان اولسو، يعني ممكن ان يكون الامبلانتيشن بالبيريتونيوم في تجويف البطن أو أوفيريان، وممكن يكون الحمل بالأوفريز. فإحنا قلنا بأنه الاكتوبيك بريجننسي والإمبلانتيشن اللي يصير خارج اليوترس في الغالب يكون بالفالوبين تيوب. وممكن أن أيضا يصير الإمبلانتيشن ممكن يصير بالبيريتونيوم، يعني في تجويف البطن أو بطانة الأبدومين، بطانة البطن أو أوفيريان، أو ممكن يكون حتى الإمبلانتيشن بالأوفري، يعني حتى بالمبيض ممكن يصير زرع الأمبريو. وهذا هاي الحالة يسمونها الاكتوبيك بريجننسي. هاي ectopic pregnancy can be very can very quickly become a life threatening emergency، ممكن ان تكون حالة تهدد حياة الام، لانه تدرون انه الامبريو بعدين راح يكبر حجمه. فاذا مكان متضايق به مو مكانه الصحيح ممكن ان
يصير انفجار بهذا المكان داخل جسم الأم، وهذا ممكن يهدد حياة الأم. فهاي الاكتوبيك بريجنسي. الحالة الثانية أو المرض الثاني هي البلاسنتا بريفيا. شنو البلاسنتا بريفيا؟ هو الامبلانتيشن ان ذا لور يوترين سيجمنت. هو الامبلانتيشن يكون باليوترس، لكن وين؟ شنو الخلل؟ انه باللور يوترين سيجمنت هنا أنا جوا، يعني بالشعب، شلون نقول بالشعب مال اليوترس، جوا بالجزء السفلي مال اليوترس. بينما هو الايديال سايت وين يكون؟ مثل ما قلنا يكون بالبوستيريور يوترين وول، يعني هنا أنا. لكن اذا صار باللور يوترين سيجمنت بالجزء السفلي لليوترس صار بلاسنتا بريفيا. هاي بلاسنتا بريفيا كان كوز هيموريج ان بريجنسي، ممكن يسبب دم، يعني هيموريج يعني نزيف، نزيف اثناء البريجنسي يبدي نزيف يطلع بالبلاسنتا بريفيا. ليش؟ لانه جاي ضايق الامبريون هذا بمكانه. وهاي الحاله ريكواير سي سكشن دليفري، يعني تحتاج او انجاب الطفل او ولاده الطفل تكون عن طريق سيزارين دليفري. سيزارين دليفري اللي هي الولاده القيصريه، السي سكشن دليفري، يعني فقط عن طريق عمليه الولاده ما تتم بشكل طبيعي، يحتاج تدخل جراحي حتى ينولد الطفل. هاي بيها حاله بحاله البلاسنتا بريفيا. هذا السلايد اللي بعده ايضا يوضح الفرق ما بين الاكتوبيك بريجننسي والبلاسنتا بريفيا، نفس الكلام اللي قلناه فقط للاطلاع هذا وللتوضيح. هسه اخرا صار عندنا احنا مثل ما اخذنا عده كافيتيز، عده فجوات صارت بالامبريو. فتلخيصا ذني الكافيتيز والسبيسز اللي صارت بالامبريو، فناخذ ننسى وحده وحده. اول كافيتي تكون عندنا هو البلاستوسيل او البلاستوكويل، اللي هو the first cavity formed as a result of compaction. لو تذكرون بأنه البلاستوسيست أو البلاستوكويل نفس الشيء نفس المعنى، انتجت نتيجة عملية الكومباكشن اللي هي ثاني شيء يصير بالأسبوع الأول من الفيرتلايزيشن. أما الأمنيوتيك ساك من إجتني؟ الأمنيوتيك ساك formed from spaces within the epiblast. لو تذكرون بأنه الأمنيوتيك ساك تتكون ضمن الأبيبلاست، يعني ضمن الـ inner cell mass، وتحديدا بالأبيبلاست اللي هي الطبقة العلوية من الـ inner cell mass. يعني هذا السلايد فقط تلخيص للي اخذناه، تجميع لكل الكافيتيز اللي تكونن. بعد تكونت عندي البريميتيف يورك ساك. لو تتذكرون البريميتيف يورك ساك اسمها الثاني الاكزوكولوميك كافيتي، فالاكزوكولوميك كافيتي لو البريميتيف يورك ساك نفس الشيء. مين تتكون البريميتيف يورك ساك؟ formed by the hypoblast lining the blastocoel. مثل ما قلت لكم سابقا بانه بعد ما الهايبوبلاست او خلايا الهايبوبلاست تبطن البلاستوسيست من الداخل، التجويف الناتج يدعى البريميتيف يورك ساك. فهذا مصدر البريميتيف يورك ساك. بعدها تحولت البريميتيف يورك ساك الى سكندري يورك ساك. لو تتذكرون سكندري يورك ساك اسمه الثاني الديفينيتيف يورك ساك، الديفينيتيف يورك ساك او السكندري يورك ساك ايضا نفس المعنى. من اجتني سكندري يورك ساك؟ اجتني فورمد فروم ذا بريميتيف يورك ساك، تكونت من البريميتيف يورك ساك بعد ما شنو؟ بعد ما ان اندفعت من جدار السيتوتروفوبلاست، بعد ما اندفع غشاء البريميتيف يورك ساك من السيتوتروفوبلاست، فالتجويف الناتج يسموه السكندري يورك ساك. واخيرا تكون عندي الاكسترا امبريونيك كولوم اللي هو نفس الكوريونيك كافيتي الاسم المعتاد. فالكوريونيك كافيتي او الاكسترا امبريونيك كولوم مين يتكون؟ formed from spaces within the extra-embryonic reticulum and mesoderm. لو تذكرون أيضا مثل ما قلنا بأنه الكوريونيك كافيتي تتكون من ضمن فجوات أو مساحات تتكون ضمن extra-embryonic reticulum اللي بعدها راح تتحول إلى extra-embryonic mesoderm، وهاي الفجوات بعدين راح تتحد مع بعض وتكون لتجويف كبير اللي هو الكوريونيك كافيتي. فذن يكون كل الكافيتيز اللي تكونن خلال pre-embryonic period خلال أول أسبوعين كل واحد ومصدرها. لهنا أنا انتهت محاضرتنا اللي هي المحاضرة الأولى من الأمبريولوجي، خذنا بيها البري أمبريونيك بيريد اللي هي أول أسبوعين من تطور الجنين من الفيرتلايزيشن ولحد تكوين الكافيتيز اللي تكلمنا عنهم. وضمن هاي الفترة أيضا يتم الإمبلانتيشن، شو وقت ينتهي بيها يوم؟ لو تذكرون بيوم رقم 11. فهاي المحاضرة الأولى من الأمبريولوجي، هن أربع محاضرات ككل. وإن شاء الله قدرت أشرح هاي المحاضرة بطريقة جيدة، إن شاء الله افتهمتوا على الشرح، واعتذر عن التقصير، واشوفكم ان شاء الله بالمحاضرات الجاية من الامبريولوجي. مع السلامة.